من ناحية أخرى تعاني المستشفيات والمؤسسات الطبية في قطاع غزة حالة تدهور شديدة في الأوضاع بما يهدد حياة المرضى والأطقم الطبية بسبب استمرار عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة وفي السياق يعيش مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي القطاع حالة مأساوية تفضح مدى عدوانية الجيش جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين فوق ما كان طريقا ووسط ما اصبح ركاما صارت هذه القافله الطبيه لمنظمه الصحه العالميه وعدد من الوكالات الاخرى التابعه للامم المتحده في طريقها نحو مستشفى الامل بمدينه خان يونس جنوبي قطاع غزه لايصال امدادات طبيه ومستلزمات حيويه لهذا المستشفى المحاصر عبر بوابة المستشفى المهدمة مرت السيارات، صورة ماساوية تفضح عدوانية الاحتلال وعدم تفريقه بين ما هو مدني وعسكري، فلم يسلم مكان في محيط المستشفى من الدمار حتى سيارات الإسعاف. نحن تحت الحصار، فلا يستطيع المرضى الوصول إلى المستشفى، كما لا يسمح لهم بالسير في الشوارع القريبة منها، إن سيارات الإسعاف لدينا الآن لا تستطيع التحرك خارج المستشفى. بملابسهم المميزة الدالة على تبعيتهم لمنظمة الأمم المتحدة، وصل الفريق الطبي الأممي إلى المستشفى والتقى مسؤوليه، كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ أو ما تبقى منها. وداخل غرف وعنابر المستشفى تكدس المرضى فوق الأسرة، كل يحمل أوجاعه وجروحه بداخله. حتى هذا الرضيع الذي لم يتجاوز عمره شهور العدوان الاسرائيلي على القطاع لم يسلم من نيران جيش الاحتلال بعدما اصيب بشظايا زجاج مكسور فذهبت امه الى المستشفى بحثا له عن السلامه، زياره كشفت الحاله المزريه التي بات عليها الوضع، فمن يصدق ان تكون باحه المستشفى ساحه لتجميع النفايات بعدما منع الاحتلال الدخول او الخروج من المستشفى. إن مستوى الدمار داخل المستشفى لا يمكن تصوره ومع ذلك لا يزال هناك مرضى إن أولويتنا القصوى هي تحديد عدد منهم وإعادة توجيههم إلى أماكن أخرى لتلقي الرعايه الطبيه المطلوبه جاءت القافله الامميه الى مستشفى الامل محمله بما تيسر من ماء وغذاء ودواء ولكن هل جاءت في الوقت المناسب يتساءل الاطباء والمرضى معا مستشفى الامل لم يعد يحمل من اسمه شيئا فلا هو مؤهل لتقديم الخدمه الطبيه بعدما اصبح اثرا بعد عين ولا يرى القائمون عليه او المحتاجون اليه اي امل في ظل استمرار الحصار والقصف والاستهداف